المهجنات الأصايل وشعارات أصحاب السمو الشيوخ بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نتابع البداية والمقدمة وصدارة هذا الشوط وأرى شعار هجن العاصفة يسيطر على الثلاثية منذ البداية بقيادة غياث الهلالي متابعا لهذا الانطلاق مع المركز الأول والثاني والثالث، بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع بأرى التقدم للصعبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد براد المكتوم. عبيد بن محمد بن ضبيعة مقدما لهذا الانطلاق، ومع المركز الخامس تصل جياشة بشعار سمو الشيخ حمدان براد المكتوم والسيل بن مبارك بن مرخان. ومع المركز السادس سادس المراكز، ومع المركز السابع والثامن تتقدم هملولة وهملولة وهملولة أيضا بشعار هجن الرئاسة متابعة الظافر علي بن ميل اللهيبي. ننطلق مع المركز التاسع كي أرى التقدم والتسلل بشعار هجن، أو أرى أفراح بالفعل، أفراح من تاتي وتتقدم بدورها مع المركز التاسع لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم، ومتابعة وتقدم طارش بن مبارك بالقوبع. ومع المركز العاشر تاتي الشاهينية لهجن العاصفة متابعة غياث الهلالي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ونداءنا الأول جولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بتحديات هذا الشوط، ولكن بنعود مع الصدارة. نتابع البداية والمقدمة وأرهني أيضا التحديات الواضحة، وعبر الكادر العلوي لقناة دبي ريسنج التنافس والصراع على المقدمة، ولكن هملولة 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 بشعار هجن الرئاسة تتقدم في هذه اللحظات، يقودها الظافر علي بن ميل اللهيبي. ومع المركز الثاني والثالث والرابع يأتي شعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. خامس الانطلاقات خامس التحديات الصعبة مع المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. عبيد بن محمد بن ضبيعة يقدم الصعبة مع المركز الخامس، وسادسا أرى التقدم الهملولة بشعار هجن الرئاسة ومتابعة الظافر علي بن يميل الوهيبي، بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع بأرى جياشة تاتي سابعا لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم والسهيل بن مبارك بن مرخان، مقدما لجياشة مع المركز السابع ثامن الانطلاقات أرهني أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع من يقدم أفراح مع المركز الثامن. تاسعا مشاهدينا متابعينا الكرام تتقدم هملولة المركز التاسع تاتي هملولة بشعار هجن الرئاسة ومتابعته، وتقدم الظافر علي بن ميل اللهيبي. ومع المركز العاشر أرى الشاهينية تاتي على مستوى المركز العاشر بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي. هذه النتيجة هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه النتيجة لمراكزنا العشر المتقدمة في هذا الشوط. أكملنا نداءنا الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط، ولكن لنا عودة إلى المقدمة والصدارة وأرهني التنافس الواضح على مقدمة هذا الشوط، والشاهينية
من تتقدم بفارق راسي للمقدمة بشعار هجن العاصفة يقدمها غياد الهلالي، ومع المركز الثاني هملولة. هملولة مع المركز الثاني بشعار هجن الرئاسة وانطلاقة الظافر علي بن يمي اللوهيبي. نتابع المركز الثالث، التقدم الواضح للشاهينية بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي في عمله تضميرها وتدريبها. ومع المركز الرابع تنطلق هملولة بهذا الأداء الجميل بشعار هجن الرئاسة، متابعة الظافر علي بن يمي الألوهيبي. ومع المركز الخامس تأتي أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عملية التضمير والتدريب بقيادة مضمر الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقوبع، وما يحمل هذا الاسم أيضا من إنجازات في هذا العالم الساحر. المركز السادس الصعبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتقدم عبيد بن محمد بالضبيعة. بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع، مع المركز السابع الشاهينية لهجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي، ثامن الانطلاقات أرج ياشة تتقدم مع المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وسهيل بن مبارك بن مرخان من يقود جياشة. مع المركز الثامن تاسع التحديات الشاهينية لهجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي، وعاشرا من الجانب الآخر الشاهينية من بدأت تتسلل في هذه اللحظات مع المركز العاشر وبشعار هجن الرئاسة ومتابعة الفيلسوف أحمد بن مطر بن مائد الخيلي مقدما للشاهينية مع المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة. أكملنا ندان الثالث والمسيرة تسير في هذه التحديات. مغادرتنا للوحة الثلاثة كيلو مترات، بدينا نعادل حزام الغابات على اليمين مع هذا الانطلاق المتميز، وهملولة اللي قادت المجموعة، هملولة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط بشعار هجن الرئاسة ومتابعة وتقدم الظافر علي بن يمي اللوهيبي. ثاني المراكز أرى الشاهينية، ومع المركز الثالث أيضا الشاهينية، الثنتين 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 بشعار هجن العاصفة متابعة غياث الهلالي. رابع الانطلاقات هملولة لهجن الرئاسة والظافر علي بن يميل الوهيبي من يقدم هذا الانطلاق. أفراح بدورها مع المركز الخامس تأتي أيضا بهذا الاندفاع الجميل بهذا الانطلاق الرائع، وشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع. من يتابع، من يتابع أفراح مع المركز الخامس سادس الانطلاقات، ومع المركز السابع أيضا تأتي الشاهينية والشاهينية الأخرى، الثنتين بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي متابعا لهذا الانطلاق. الشاهينية مع المركز الثامن لهجن الرئاسة وتقدم أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، ومع المركز التاسع تاتي ايضا بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل جياشه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سهيل بن مبارك بن مرخان متابعا لجياشه. ومع المركز العاشر نتابع القدوم للشاهينيه بشعار هجن العاصفه وغياث الهلالي. غياث الهلالي يقدم، يقدم هذه الاسامي العملاقه في هذه الامسيه، امسيه الكبار، تحديات الكبار، مسافه ورحله 8 كيلومترات، مسافة التحمل، مسافة الصبر، مسافة التخطيط والتكتيك في هذا
المجال وفي هذا العالم الساحر الصدارة والمقدمة. تقدم أيضا من الجانب الآخر تنافس وتحديات فراحة مع هملولة، مع هملولة الثنتين في موقع واحد، بموقع واحد والتنافس وأيضا شديد والصراع مرير على المقدمة. بدت الأسامي، بدت الشعارات تقترب من بعضها البعض مع اقترابنا، مع اقترابنا مشاهدينا متابعينا الكرام من لوحة الألف والمئتين. بدت السرعة، بدت الانطلاقات، بدت التحديات في هذا المسار الجميل. ولكن أرى الشاهينية، الشاهينية اللي قادت المجموعة، ما شاء الله، منظر 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 ولا أروع ولا أروع في هذا الانطلاق. التجمع الواضح، التحديات الجميلة، ولكن أرهني أفراح، أفراح على الصدارة بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع. من يتابع أفراح بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، عصاها راقدة، عصاها راقدة حتى هذه اللحظات. المركز الثاني، المركز الثاني والثالثات الشاهينية والشاهينية الأخرى، الثنتين بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي. من يتابع هذا التقدم؟ المركز الرابع أيضا الشاهينية بشعار هجن العاصفة، ومع المركز الخامس والسادس تتقدم هملولة، وهملولة الثنتين بشعار هجن الرياسة. متابعة وتقدم الظافر علي بن يميل الوهيبي، وجولة الأوامر، جولة الأوامر النهائية، أعطية التعليمات. انطلق الجميع، الشاهينية على الصدارة، هملولة من الجانب الآخر، ولكن الشاهينية أيضا التحديات، التحديات ما بين الشاهينية ما بين هملولة، هملولة الشاهينية، الشاهينية هملولة. واللحظات، اللحظات الأخيرة، خط النهاية هو الفيصل، هو الفيصل ما بين التحدي، ما بين الشاهينية، ما بين هملولة، هملولة والشاهينية، الشاهينية، الشاهينية تتجه اتجاه سليم، اتجاه صحيح إلى خط النهاية. سلام، سلام للعاصفة، سلام، تهانينا لغياث الهلالي. واللحظات الوصول إلى خط النهاية، المركز الثاني أيضا بشعار هجن العاصفة، المركز الثالث لهجن الرياسة، المركز الرابع لهجن العاصفة، المركز الخامس هملولة لهجن الرئاسة. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. نتابع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، والشاهينية اللي قادت المجموعة وانطلقت بناموس هذا الشوط تأتي بتوقيت زمني مقداره هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية، 12 دقيقة 54 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني والتنافس أيضا والشاهينية، من جاءت مع المركز الثاني 12 دقيقة 55 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي. ثالث المراكز هملولة تأتي بتوقيت زمني مقدار هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية، 12 دقيقة 55 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للظافر علي بن يميل الوهيبي. التواصل يستمر وانطلاقاتنا والتحديات مشاهدينا متابعينا الكرام مستمرة في هذه اللحظات. أعلنت